قوات الاحتلال الآن تقتحم المسجد الأقصى وتطلق قوات الاحتلال الآن تقتحم المسجد الأقصى وتفرق الشبان اقتحام قوات الاحتلال المسجد الأقصى الآن الآن مواجهات عنيفة الآن في المسجد الأقصى قوات الاحتلال تقتحم العشرات المسجد الأقصى وتطلق قنابل الصوت الآن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز والصوت مواجهات عنيفة الآن تدور في المسجد الأقصى قوات الاحتلال تقتحم المسجد الأقصى بالعشرات يا الله النطاطة اوعك صار لك شيء التمرير الرصاص المطاطي الآن أطلقته Thank you.
هلا المنطقه قوات الاحتلال تطلق الآن الغاز. قوات الاحتلال تطلق الغاز وقنابل الصوت بكثافة في المسجد الأقصى. مواجهات عنيفة الآن تدور بين الشبان وقوات الاحتلال. قوات الاحتلال تطلق العشرات من قنابل الصوت والغاز في المسجد الأقصى. مواجهات عنيفة الآن. هناك العشرات من قنابل الصوت والغاز في المسجد الأقصى. الآن إصابات الآن. Come on, come on, come on!
ما زالت المواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان في المسجد الأقصى. قوات الاحتلال تطلق عشرات من قنابل الصوت والغاز والرصاص المطاطي. هناك إصابات الآن، هناك إصابات. فيش هاي الحجار عندك. الآن قوات الاحتلال تتقدم. للشباب الآن قوات الاحتلال تتقدم نحو الشبان. مواجهات جدا عنيفة الآن تندلع في المسجد الأقصى. صعب علينا الوضع جدا متوتر داخل المسجد الأقصى. يا الله اطلع فوق. اسمعي
حضانة. خلص السرعة منه. يا الله دير بالك دير بالك دير بالك. تعال هون تعال هون. عدد من الإصابات كثر اعتداء قوات قوات الاحتلال تحاول فتح المصلى القبلي على المصلين. هجمة مرتدة للشبان صوب قوات الاحتلال وقوات الاحتلال تتراجع. هذا شيء مجددا. اوعك رح يطلقوا هيك لانه الحجاره بتجي هيك. اوعك اوعك اوعك. تعال نرجع محل ما كنا. بدون بدون مقربة زوم عمز مقربة زوم على الجنود. قوات الاحتلال تطلق الرصاص المطاطي الآن على الشبان. شكلها بتطلق غاز. مجددا متابعينا الكرام، بعد الساعة الثامنة أو الثامنة وعشر دقائق تقريبا اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة. في ذات الوقت الذي اقتحمت فيه باب المغاربة المسجد الأقصى من باب المغاربة قام عدد من جنود الاحتلال المتمركزين فوق المنازل الغربية المحاذية للمسجد الأقصى باستهداف المعتكفين بالرصاص المطاطي وبالقنابل الصوتية. عقب ذلك وبالغاز الانسيلي للدموع، عقب ذلك اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين الذين يرفضون حتى هذه اللحظة مغادرة المبارك. كما تشاهدون كما تشاهدون أعداد كبيرة من الشبان لا زالوا يتواجدون. قوة الاحتلال تطلق العشرات من قنابل الغاز وقنابل الصوت والرصاص المطاطي.
حاليا بيان من الهلال الأحمر الفلسطيني قال به بشكل واضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الطواقم في القدس من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك. الآن أصوات الشبان ينادون على الإسعافات، يبدو أن هناك إصابات. الآن الإسعافات تنقل الإصابات. هناك أصوات شبان في كل مكان ينادون على الإسعافات. لا اوعك 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 ساحة ارض طلع لايف
طالع لايف الشركة. هاي يا شباب بسم العلم الله يرضى عليكم. شباب مش من عندنا يا شباب. تعالي. لا بس هم المهمة يجوا يضربوا من عندنا. احنا بخير. الان ايضا تطلق قنابل الصوت في ساحات قبة الصخرة. قنابل الصوت والغاز. شكله غاز هذا مش صوت. غاز. جنود الاحتلال يعتبرون المسجد القبلي محاولة لاقتحام المسجد القبلي. الرجاء على طواقم الإسعاف التوجه إلى المسجد الأقصى. الوضع خطر جدا. هذه الصورة. هذا أحد أبواب المسجد القبلي كما نشاهد من تلك الفتحة الصغيرة الموجودة في أعلى الباب. هناك كثافة للغاز المسيل للدماء. كثافة الغاز المسيل للدماء في تلك المساحة كبيرة من المسلمين المعتكفين في تلك المنطقة. وهم أدى إلى ما شاهدنا هؤلاء المسلمين عبر باب آخر من المسجد الأقصى. ننتقل للمواجهات الآن إلى ساحات قبة الصخرة. قوات الاحتلال اعتلت ساحات قبة الصخرة. تطلق الآن قنابل الصوت والغاز على الشبان. هناك إصابات كثيرة في المسجد الأقصى الآن.